هاي انا بدي اقطع 24 متر، الريتد سبيد تبعتي 4 متر بالثانيه، هاي السرعه اللي مصمم عليها وجاي المحرك ومرتب وكل اجهزه الحمايه والهاي، بقدرش اتجاوز 4 متر بالثانيه. هلا المنطق بقول اني امشي 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 لاوصل سرعتي، بعدين اضل امشي عليها لحد ما اوصل زي ما حكت دنا قبل شوي. هلا انا حاسب هون من الحسابات انه هون راح اوصل نص متر بالثانيه عند النقطه هاي، هون وصلت الريتد سبيد، وانا عامل حسابات مش ضروري هلا تعرفوا كيف عملناها، بس انا بدي افرجيكم المفهوم. 1 2 3 هلا رح نرسم الاكسلريشن والجير كمان شوي، بس هاي المنطقه هاي شو عم بيصير فيها؟ مين اللي عم بيزيد الاكسلريشن؟ ايش بيصير؟ بعد 1 سكند بوصل 1 متر بير سكند سكوير الاكسلريشن، انا مش راسمه، بس كيف عرفت انه 1 سكند؟ هاي ما دام انا بزيد كل ثانيه، انا عمالي بزيد على فكره 1 متر بير سكند سكوير بير سكند، يعني كل ثانيه قديش بزيد الاكسلريشن عندي؟ 1 متر بير سكند سكوير، ما هي هاي هيك معناها 1 متر بير سكند سكوير بير سكند، شيء مشتقة الاكسلريشن. فانا قديش بدي، كم ثانية بدي حتى اوصل 1 متر بير سكند سكوير؟ 1 سكند، واحد على واحد. فبعد 1 سكند بوصل هاي. هلا هدول راح ارسم بينهم خط مستقيم. قديش الاكسلريشن بالفترة هاي؟ كونستنت. مش هيك مضبوط؟ قيمتها وصلت واحد. بعدين شو صار بالاكسلريشن؟ بدها تروح تنزل من 1 متر بير سكند سكوير لزيرو. قديش راح تاخذها؟ كمان 1 سكند. وصلنا هلا هون الزيرو اكسلريشن، ات زيرو اكسلريشن شو لازم يصير بالسرعة؟ ما تتغير، مش هيك؟ فبتضلها ات 4 متر بير سكند، راح نضل بس ثانية واحدة. حسب الحسابات. هون على فكرة بوصل سرعة 3.5، وهون نص، وهون 4. هلا بنرد بننزل خلال ثانية بنزل الاكسلريشن بصير نيجاتيف هلا هون، مضبوط؟ هي السلوب تبعه نيجاتيف، وهون نفس الإشي خلال ثانية. هي هذا الخط. اوكي، هي عندي هاي. فأنا هون I rated speed attained. وإذا بنعمل تشيك، متذكرين تشيك كيس 1؟ كيس 1 از دي، هي هون سؤال A سكوير V زائد V سكوير J على AJ. عندي هون هاي 4 زائد 16 على 1 وتساوي 20 متر، لكن هاي تساوي 24 متر، إذا هاي صحيحة. إذا بالحالة هاي ريتد سبيد اتين، ما مشيتش عليها غير 1 سكند، بس ما في مشكلة، هاي في مستطيل هون مش هيك؟ وبقطع عليه 4 متر، هذا في 4 متر بمشيهم. كيف عرفت انه 4 متر؟ مساحة هذا المستطيل، مضبوط؟ 1 في 4، ثانية واحدة بمشي فيها على 4 متر بالثانية، بقطع المسافة وبعدين برد بنزل بباطا وبتسارع وهيك. هلا بدنا بدي تبدا هلا المسافة تقصر. بدي ابدا اسأل الآن السؤال، بدي ابدا انزل المسافة. راح ابدا انزل المسافة بحيث اني اوصل عند نقطة معينة I just touch the rated speed. قديش بدي ارجع من هون؟ نص 1 ثانية، ثانية واحدة مش هيك؟ قديش المسافة اللي بدي اطرحها؟ 4 4 متر. لو شلت ال 4 متر قديش راح انزل المسافة تبعتي؟ راح تنزل 20 متر. هيهم ال 20 متر من هون، وهدول ال 20 متر راح يكونوا كريتيكال. شو يعني كريتيكال؟ ايش يعني لما بقول شيء حرج؟ يعني راح يصير في تغير بعدي، مضبوط؟ عند هاي النقطة هي فاصلة ما بين حالتين، فلما بنزل المسافة ل 4 متر، عفوا ل 20 متر، هاي النقطة عندها اللي بكون بحفة الكيس 1 وبدي ادخل في كيس 2. وهيها واضحة كمان من هون مش هيك؟ احنا قلنا دي أكبر من أو تساوي 20 متر، لما دي تنزل ل 20 متر راح تصير 20 متر تساوي 20 متر، فعند هاي الحالة بتنتهي كيس 1. مين اللي راح أبطل أعمل له أتيننج؟ الريتد سبيد. راح يبطل أقدر أضرب في هاي. نرسمها بلون ثاني، إيش رأيكم؟ هاي بأزرق، فراح يصير عندي بالحالة هاي راح ترجع كل شيء هون ثانية، راح تصير هاي راح يصير عندي عند النقطة هاي، هذه راح تصير هيك، هذا كل شيء هون راح يرجع ثانية لورا، وعند النقطة هاي راح أشوف هذه صارت بهذا الشكل، رجعت هاي لورا من هون
وصار عندي. وهلا لاحظوا هون الاكسلريشن ايش راح يصير؟ عمالي بتسارع بوصل الاكسلريشن ريتد اكسلريشن، واضح انه لسه الريتد اكسلريشن اتيند. هون هون ضربت ضرب في ال 4 متر بير سكند، فبعد هيك نزل عن 20 متر شو بصير عندي؟ اي حاله بنتقل؟ بنتقل للكيس 2. تمام، اذا هون عندي صار كيس 2 في الحاله هاي، بطلت امشي اي وقت زيرو تايم عمالي بمشي على 4 متر بير سكند، بنتقل لكيس 2. اذا كيس 2 راح تكون دي. هلا دي راح تكون بين كينتين لانه في لسه عندنا كيس 3. فهون صارت هون بعد كيس 1 خلص بصير، اذا وصلت كيس 1 وزادت راح تضلها هاي تزيد الى ما لا نهايه. بس لما بنزل نزول راح تصير عندي دي. هلا كيس 2 هي بين حالتين اللي هي الريتد سبيد اتيند والريتد اكسلريشن اتيند والريتد اكسلريشن نوت اتيند. فدي بدها تصير الان اصغر من اي سكوير في زائد في سكوير جي على اي جي، وبدها تكون اكبر من قيمه ثانيه. القيمه الثانيه خليني بس اكتب معادلتها. الحاله الثانيه راح تصير عندي دي بدها تكون بين 2 اي كيوبد على جي سكوير. اللي هي بالحالة هاي قديش؟ عندنا A1 وJ1 شو راح تصير؟ مترين، يعني بدها تضلها تنقص لحد ما تصير الديستنس اللي بدي اعطاها مترين من هون. هلا إذا اطلعنا على هاي الحالة وراح أرسم تحتهم، راح أرسم إيش عماله بصير في الأكسلريشن، راح نزيح هاي شوي. راح ناخذ هذا نفسه. هلا خليني استعمل نفس اللون، راح استعمل اسود للاكسلريشن. فراح نحط الاكسلريشن اللي علاقه بالكيرف الاسود هون، وراح نلاقي خلينا نفترض الاكسلريشن واحد، وخليني افترض ارتفاع الواحد وواحد اثنين. فراح اخذها من هون هيك. هلا واضح الاكسلريشن هون واحد متر، عفوا الجيرك اللي هيك. فاحنا قلنا الاكسلريشن زاد لحد ما وصل هون، مظبوط؟ ضل على هاي كم ثانية ضل عليها؟ ثلاث ثواني، من واحد لأربعة، بعدين رد نزل هون. هلا الحالة الأسود ضل هون فترة زيرو، مظبوط؟ لمدة ثانية واحدة ضل الأكسلريشن زيرو، بعدين من هون هلا بده ينزل خلال الفترة هاي راح ينزل لماينس 1، بعدين راح يضل على قيمة ماينس اللي هي ماينس 1 لمدة كمان 3 ثواني لحد ما يوصل هون، بعدين راح يرد يرجع ل 0. اوكي، فالاكسلريشن عندي وهاي راح تكون 1 متر بير سكند سكوير، وهاي ناقص 1 متر بير سكند سكوير. لو جيت رسمت الجيرك الها لنفس هاي، ننزل لتحت هون ناخذ هذا. قديش الجيرك؟ هلا الجيرك هو مشتقة قديش قيمته هون؟ يكون واحد، فراح اخذ مربعين امثل واحد لحد هون. قديش الجيرك هون؟ زيرو. لحد ما اوصل هون، هون ايش صار؟ ماينس. لحد هون راح يرجع لزيرو، بعدين هون راح يصير كمان ناقص واحد، بعدين اخر شيء هون راح يطلع له هاي 1 متر بير سكند كيوب ناقص 1 متر بير سكند كيوب ناقص 1 متر بير سكند كيوب هون 1 متر بير سكند كيوب. هذه J of T، هذه A of T، هذه V of T. هون عندي متر بير سكند سكوير، وهون عندي متر بير سكند. مشتقة الجيرك شو راح تطلع لو كملت؟ ايش المشتقة هون؟ امبلس. هذا مش هيك؟ انفينيتي، وهاي ماينس انفينيتي امبلس. فعندي في عندي ديسكونتينيوتي في الجيرك، فمشتقة الجيرك اللي هي الجاونس انديفايند.
طيب هلا شوفوا شو راح يصير لما تبدا المسافه تصغر. شو صار بالكيرف الازرق؟ شو صار بهدول التنتين؟ لما بتبدا المسافه الان تصغر، القطعه هاي راح تبدا تقترب من القطعه هاي، مزبوط؟ اللحظه الكريتيكال امتى بتصير؟ لما التنتين هذول يضربوا ببعض. هي صغرنا هاي ب 1 سكند، مزبوط؟ لما صغرنا هاي ب 1 سكند زحنا كل هذول التنتين انزاحوا، فانزاحت هاي من هون لهون. نرسمها بالازرق عشان رسمنا هناك بالازرق. فالكيرف الازرق اللي هناك صارت عندي هاي بهذا الشكل، وهاي راح ترجع الى الخلف كمان. فلاحظين هذول التنتين، ولذلك هاي كريتيكال حرجه، بقدرش هذول احركهم اكثر من هيك، خلص ضربوا التنتين ببعض صارت هاي قطعه واحده. اوكي، لو بدي امحي الاسود من هناك. هلا هاي بتضلها نفسها، طبعا هاي المساحه لازم تكون مساويه لهاي المساحه، وهاي المساحه لازم تكون مساويه لهاي المساحه. اوكي؟ اذا هلا صار عندي، هلا بعد هيك ما بقدرش السرعه ما راح اوصلها، ما راح اوصل السرعه من هون. فبعد هاي الكيس هلا شو راح يصير بعد هيك اذا قلت المسافه؟ ايش راح يبدا يتغير؟ راح يبدا الفتره اللي بتسارع فيها راح تقل. مش التوب سبيد بدها تبدا تنزل؟ فشوفوا لو اجينا قلنا نزلت المسافه بحيث انه خسرت سكند من هذا التسارع، وطبعا اذا خسرت سكند من التسارع لازم اخسر باي ديفينيشن سكند من التباطؤ، نرسمه بالاحمر. فالمرحله اللي بعدها راح تصير انه راح اخذ هذا، راح يمشي معي هيك، راح يمشي معي ثانية وثانيتين بس. قديش راح تطلع السرعة معي؟ هي كانت نص هون، وهي كل ثانية بتزيد قديش؟ 1 متر بير سكند، مضبوط؟ فمن النص راح تطلع للواحد ونص، ومن الواحد ونص راح تطلع لاثنين ونص. فراح توقف هون اثنين ونص، بعدين راح يجيها من هون نص. فهاي قديش راح تصير القطعة؟ هاي النقطة 3 متر بير سكند. هون ايش اضطريت اعمل؟ هلا بتعرفوا شو صرنا نعمل هون بتعريف هذا، شو صرنا نعمل هدول التنتين؟ هدول صاروا يقتربوا من بعض. فصارت عندي هاي تحركت لورا ثانية، فصار عندي هذا الأحمر هون، وهذا طبعا الأحمر هون موجود، والأزرق موجود هون. حركت هذه هون، وراح أكمل كمان هذه هون، لأنه مباشرة بس وصلت، ايش راح أعمل؟ ايش راح أضطر أعمل؟ بدي أبدأ أنزل. راح ينزل معي هذا هون هيك. هلا اذا اخذت سكند من هون وسكند من هون، العشرة قديش بدها تصير؟ 8. فمن هون خلال نص ثانية هاي بتصير نص، وبعدين عندي خط مستقيم من هون لهون. قديش صارت الاتين سبيد؟ طب انا صارف وجايب مصعد وجايب محرك بمكنني اني امشي 4 متر بالثانية، بس ايش انجبرت اعمل هون؟ امشيه على اعلى سرعة بهاي الرحلة قديش؟ 3 متر ثانية، والسبب الرئيسي هو المسافة، الديستنس مضبوطة، وأنا بديش أقعد ألعب بالأكسلريشن، لأنه برضه محركي لما اخترته على أساس إنه الأكسلريشن معين تعطيني التورك المطلوب. أوكي؟ ماشي واضح هاي؟ لحد هون؟